الرئيس اللبناني ميشيل عون يبلغ وزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن لبنان سيواصل إعادة النازحين إلى ما وصفها بالمناطق الآمنة في سوريا دون انتظار الحل السياسي فيها. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يقول إنه لا عودة للنفوذ السوري إلى لبنان وأن المحور الإيراني يواجه ضغوطا هائلة. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطالب العرب خلال قمة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بعدم قبول بشار الأسد كمنتصر في الحرب بسوريا. وكالة فارس الإيرانية تقول إن سبب استقالة وزير خارجية إيران محمد ظريف هو عدم تنسيق مكتب روحاني معه بشأن زيارة بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين. رأس النظام بشار الأسد يزور طهران للمرة الأولى منذ بدء الثورة السورية ويلتقي المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. الرئيس الإيراني حسن روحاني يطلع رأس النظام بشار الأسد على مسار أستانا ونتائج اجتماع سوتشي الأخير.